السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. بهذا التوتوريال بنتعلم كيف نسوي 3D بلان و 3D سكشن في برنامج الريفت. الخطوات جدا سهلة وبسيطة، فخلونا ننتقل للبرنامج ونشوف التطبيق العملي. بداية، لو تحب تحصل على ملف الريفت لهذا المشروع، الرابط في وصف الفيديو. بداية نحتاج قائمة البروبرتيز، فلو ما هي موجودة في اليوزر انترفيس اضغط على الماوس رايت كليك وحط عليها تشيك من هنا، او روح لقائمة الفيو بعدها عندك يوزر انترفيس وحط عليها صح، فبتظهر لك هنا. بعدها نحتاج ننزل، بيكون عندنا تحت قائمة الاكستنت السكشن بوكس، حط عليه صح. اول ما تحط عليه صح بيظهر عندك هذا الترانسبيرنت بوكس او البوكس الشفاف حوالين الموديل. راح نلاحظ انه في تو جريبس او كنترول هم مسمينها او ارو حوالين الموديل، وعندك هذا الروتيشن ايكون تقدر منها تتحكم في الكروب للسكشن. تقدر تتحكم فيها من الـ 3D أو أنك تنتقل للـ Standard Views من الـ View Cube وتتحكم فيها بكل سهولة، لكن لو تحب تكون Precise أكثر أو دقيق أكثر وإنت محدد على الـ Section Box، تقدر تنتقل لقائمة الـ Sections أو الـ Elevation وتحدده بدقة أكثر. لو ما عندك الـ Project Browser نفس ما طلعنا الـ Properties، إما Right Click وتختار Browser وتحط عليها صح، أو من قائمة الـ Views تروح User Interface وتحط عليها صح. بعد كذا احنا الحين محددين Section Box، لازم تتأكد انك مسوي عليه Select وتروح اما Sections او Elevation. بعدها تحدد عليه بدقة اكثر لو انت تبغاه بارتفاع معين، مثلا الى هنا. الحين لو رجعنا لل 3D، لو عندنا أي شيء في 3D ما نبغاه يبان معانا، مثلا بلانتس أو جراج، نقدر نحدد عليه ونسوي له هايد. مثلا لو هذا البارت ما أبغاه، ممكن أحدد عليه ونضغط على الماوس رايت كليك وأقول هايد إن فيو، إما element أو category، أو في طريقة ثانية من الموديفاي ممكن من هنا تسوي هايد element أو category. لو سويت له هايد بعدها كيف تسوي له ان هايد؟ تروح من هنا تضغط على Reveal Hidden Element، بعدها يكون عندي هذا الشريط، بيكون أي شيء مسوين له هايد موجود هنا. نحدد على أي شيء سوينا له هايد ونقول له Unhide. هنا ما هي مفعلة لأنه أصلا إحنا ما سوينا هايد، نسوي Unhide للElement أو للCategory. لو نبي نطلع من هذا المود نضغط هنا على X. هنا ما أحتاج أسوي هايد، من السكشن بوكس نفسه نقدر نسحبه لهذا الاتجاه ونسوي بالضبط على البارت اللي نبغى نوريه من المودل، فنقدر نسحبها ونحدد. قبل لا نشتغل على السن والشادو والجرافيك والبرزنتيشن لازم نحدد الانجل، وفي كذا طريقة نقدر نتحكم فيها في الفيو. بداية ممكن نشتغل في الماوس، نضغط على الشيفت والرايت كليك، ماوس رايت كليك، ونتحرك عشان نسوي اوربت، او ممكن بنفس الماوس من السنترال ويل نحرك لو نبغى زي البان تول، نحرك يمين او يسار، وممكن نضغط كنترول ونفس الشيء في الماوس، ونقدر نسوي زوم السنترال كنترول ويل ونسوي زوم ان او اوت. بعدها لو ما نبغى نشتغل بالشورت كاتس ممكن نروح نحرك من هنا من الفيو بوكس، اما كذا فنحرك بالاتجاه اللي نبغاه، او ممكن من نفس هذا البوكس نستمر ضغطين عليه ونحرك لما نضبط الفيو للدايركشن او الانجل اللي احنا حابينه. بعد كذا عندنا هنا من هذا الكنترول نضغط، في عندنا دروب داون منيو، نختار اما برسبكتيف او اورثوغرافيك، وعندك هنا برضو مجموعة من الاوبشنز لو تحب تطلع عليها. بعدها عندنا تحته الكنترول نافيجيشن ويل، لو ضغطنا عليها عندنا مجموعة من الاختيارات من هنا. لو ضغطنا على Orbit نفس الاختصار ممكن نسوي Zoom In وZoom Out، ممكن نسوي Preview على كل الفيوز اللي كنا فيها قبل كذا ونختار الشيء اللي يناسبنا. وبعدها في عندي Pan Tool، نحرك يمين أو يسار، وبرضه في مجموعة هنا من الاختيارات. لو ضغطت على السنتر هتختار السنتر اللي أبغاه يكون الفيو فيه ويتحرك عليه، او اللوك زي الاي اللي في سكتشب،
نتحرك يمين ويسار. بعدها هنا في عندي up and down، فنحدد المكان اللي نبغاه. آخر اختيار اللي هو الwalk بس يشتغل في perspective، يعني ما هو في orthographic. لو نبغى نطلع منه ممكن نضغط على الإكس اللي هنا، أو لو كانت معانا لسه نضغط على الإسكيب كي. لكن لو نبغى نطلعها ونشتغل عليها إحنا كثير، الشورت كت لها شيفت ودبليو، فبتكون من هنا معانا. وهنا لو ضغطنا عندنا برضو مجموعة من الاختيارات. بعدها نطلع من النافيجيشن ويل، نسكرها. وهنا مجموعة عندنا الاختيارات للزوم، زوم تو فيت، زوم اول تو فيت، ولا زوم ريجن، وغيرها من الاختيارات لو تحب تشتغل في الزوم. بعدها لو تبغاها برسبكتيف او اورثوغرافيك تقدر تختار من هنا. بعد كذا لو الفيو اوكي نبدأ نشتغل على البرزنتيشن. ممكن نشغل الشادو، نضغط على هذا الايكون فاشتغل معانا الشادو. لكن لو نبغى نتحكم فيه اكثر ممكن نشغل السن، نحط on، بعدها بتطلع لنا السن. نحدد الدايركشن، ممكن نروح للسن سيتنج ونغير بعض الاختيارات، ومن هنا نقدر نتحكم فيها أكثر. ممكن نمسكها نفسها ونحركها ونشوف الشيء المناسب إنه كيف تبغى الشادو يكون في هذا الفيو. تغير من هنا الأوقات وتغير التايم ممكن من هنا، أو إنك تغير الأشهر أو التاريخ من هنا. لو ما تبغاها كذا ممكن نروح للسن سيتنج ونضغط على اللايت أو السنجل دي، وتختار مثلا ساعة معينة، لتسي مثلا الساعة 10 الصباح، ونضغط على اوكي. لو كانت اوكي ممكن تسكر الصن لو ما تبغى تشوف الصن باث، نقول له اوف ويبقى لنا الشادو نفس ما هو. لكن لو تبغاها ممكن تشوف كبرزنتيشن مختلف، كبرسبكتيف تروح للتوب وتختارها كبرسبكتيف فيو اذا تحب تشوفها بهذه الطريقة. في طبعا طرق ثانية نقدر نشتغل فيها على البرزنتيشن. ممكن نغير الجرافيك من هنا، انه ممكن نخليه شيدد او هيد اللاين، ممكن نخليه رياليستيك بس طبعا هذا بيبطئ علينا شوي، فممكن نخليه في الفاينل ستيج لو خلاص خلصنا. ممكن نشتغل على الجرافيكس برضو أكثر. هنا نقدر نختار الأوبشن هذا Graphic Display Option، ونفس الاختيارات بالضبط تروح من عند Properties. عندنا هنا تحت الجرافيكس Graphic Display Option، حط Edit، عندنا مجموعة من الاختيارات اللي نتحكم فيها. ممكن نخلي المودل نفسه Transparent، نضغط على OK أو Apply علشان تشوف الـ Changes. ممكن تغير لو ما تبغى consistent color نحطها shaded. ممكن نشيل الأجز، نضغط على apply. كل ما تختار شيء اضغط على apply علشان تشوف، بعدها تسوي cancel أو okay. وهنا لو تحب تسوي cast shadow تدخل على اللايت وتتحكم في كمية الشادو اللي موجود في الفيو، كمية اللايت والشادو والصن. فيعني كل ما تجرب يكون أحسن وتشوف عندك مجموعة من الاختيارات. لو تحب يكون sketchy line ممكن تغير من عند shaded الهيد اللاين وتسوي enable لهذا الاوبشن. لو shaded بيلغي لي هذا الاختيار. يعني عندك هنا مجموعة من الاختيارات تقدر تتحكم فيها في البرزنتيشن. بعدها لو الفيو اوكي ممكن تضغط على اوكي، ولو تحب تسوي رندر لهذا الفيو تضغط دبل ار، او تروح لهذا الايكون وتضغط
عليها، فبيجيب لك الرندر سيتنج، تحدد الريجن، تحدد نوع الرندر اللي تبغاه من هنا، هل سكرين او برنت، بعدها هل الرندر لايتنج السن ولا لو كان عندك ارتفيشال لايت، انتيرير او اكستيرير، وبعدها تختار الباك جراوند، هل تبغاها كلر او تسوي ايمج وتسوي لها ابلود من الكمبيوتر، تضغط على ايمج وتختارها، او انه تبغاها مثلا كلر وتختار هنا لون معين، او تخليها ترانسبيرنت. يعني عندك مجموعة هنا من الاختيارات اللي تقدر تشوفها. بعد كذا لو تحب تسوي اكسبورت لهذا الايمج بكل سهولة، تروح من فايل اكسبورت وتنزل على تحت، من الاكسبورت تنزل على تحت، بعدها هنا ايمج وانيميشن، تضغط عليها، نختار على ايمج، اختار في البداية المسار على نفس الفولدر للمشروع، بعدها تختار هنا هل هي فت او زوم، ممكن نخليها زوم 100%، بعدها تختارها مثلا اذا تبغاها ترانسبيرنت بي ان جي، واكيد تزود الكواليتي عن كذا، وتضغط على اوكي، بيحفظ لك اياها كصورة. اما بالنسبة لو تبغى تسوي سكشن، نقدر نسويها بكل سهولة. في البداية نسكر الشادو بس عشان نشتغل اسرع، وممكن نرجع الاجز ابلاي و اوكي. بعدها نقدر نتحكم في السكشن بوكس ونطلع كل البارت، او اسهل لك واسرع انه نروح نشيل السكشن بوكس ونرجعه من جديد، فنبدأ من البداية. بعد كذا نمسك السكشن بوكس ونحركه للمكان اللي نبغاه، تقدر تحرك وتشوف. وطبعا زي ما قلنا نقدر نحدد السكشن بوكس ونروح الوحدة من السكشن او الاليفيشن، ونحدد المكان لو نبغى نشتغل بدقة اكثر. بس لكن لو جيت لهنا وبعدها، طبعا كل السيتنجز اللي تكلمناها تقدر تطبقها هنا عن كل السيتنجز اللي شرحنا عنها. يعني ممكن تخليه زي كذا orthographic، او تقدر تخليه perspective، وتتحرك تشغل الشادو، تطفيه، تشغل السن، يعني كل الاوبشن موجودة عندك. والشيء الحلو هنا تقدر تروح للبلان، نروح مثلا للجراوند فلور، بعدها نرسم سكشن، ترسم سكشن اما من قائمة فيو، تختار هنا السكشن، او من هنا من التوب نضغط على السكشن وترسم سكشن في البلان باي مكان تبغاه. ممكن نسوي له سبلت وننزل جزء منه على تحت، ممكن هنا، بعدها نحدد الفيو رينج ونضغط دبل كليك لو تبغى تشوف السكشن، لو لا بس انه احنا نرجع على 3D. وبعدها نروح من هنا من هذا السهم ونقول له اورينت فيو، بعدها اختار سكشن ونختار السكشن اللي رسمناه، بيسوي اورينت للسكشن على حسب الفيو او السكشن اللي احنا رسمناه في البلان. او ممكن نروح للبروبرتيز ونتحكم بالكاميرا اكثر، ممكن هنا الاي اليفيشن نغيرها، والتارجت اليفيشن يعني لو نبغى ننزل الكاميرا عن كذا، ونحط ابلاي، فتنقدر نتحكم بارتفاع الكاميرا لو اوكي ولا لا. وممكن برضو هنا نتحكم هل هي برسبكتيف او اورثوغرافيك، بعدها نضغط على ابلاي. لو تبغى تحفظ هذا 3D section view مختلفة عن view 3D، في كذا طريقة. اما انه من هنا من الدروب داون تضغط عليه تقول له save view وتسميه وتضغط على OK، او ممكن لو معك الكنترول ويل تضغط من هنا وتقول له save view. والطريقة الثالثة ممكن تروح لنفس من البروجكت براوزر لل 3D وتضغط على الماوس right click، بعدها تقول duplicate view duplicate، بعدها تروح وتسميها rename ومثلا تسميها 3D section. بعدها تقدر ترجع لل 3D وتشيل السكشن بوكس ويرجع لك الموديل كامل في هذا الفيو. ولا تنسى انك تقدر تسوي روتيت للسكشن بوكس، يعني لو رجعنا السكشن بوكس للفيو، بعدها لو عندك الديزاين يتطلب او لو انت حاب تسوي روتيت للسكشن بوكس،
يعني سويت كت مثلا للبلدنج بطريقة معينة لكن حبيت تسوي روتيت، تقدر تجي من هذه الايكون وتسوي روتيت بحيث انه يتحرك السكشن بوكس معك بهذه الطريقة. فمو شرط انه بس تقص مثلا بالطول او بالعرض، ممكن لو تحب تسوي 3D سكشن بطريقة مختلفة فعندك هذا الاختيار. يعني ممكن تستفيد منه انك توري مثلا بارتس معينة من البروجكت بنفس الوقت. ولو تحب تشيل السكشن بوكس من الفيو او انك تسوي له هايد، ممكن تسوي له temporary هايد او انك تسوي له هايد. لو حددت عليه وتبغى تسوي temporary هايد تروح تحدد عليه، بعدها من الجلاس ايكون هذه تضغط على هايد element فبيكون السكشن بوكس موجود، يعني الاكشن موجود لكن السكشن بوكس نفسه ما هو موجود. لو تبغى ترجع تضغط من هنا على reset فبيرجع لك. او انك لو تبغى تسوي له هايد ممكن زي ما تعلمنا في بداية التوتوريال ممكن نسوي له هايد اما بالماوس كليك رايت ماوس كليك ونسوي له هايد element، وبعدها لو حبينا نطلع نضغط من هنا ونضغط على السكشن بوكس ونقول له unhide، فبكذا بيكون رجع لي موجود في الـ 3D. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا التوتوريال. نفس ما قلت لكم في البداية ان الخطوات جدا سهلة وبسيطة، وهذا اللي يميز الريفت عن غيره من البرامج، انك تشتغل بوين فيو let's say plan ومنها تقدر تسوي العديد من الفيوز بكذا presentation او طرق عرض سريعة وسهلة بنفس الوقت بروفيشنال. لو تحب تتعلم اكثر عن هذه الطرق الان ظهرت لك على الشاشة بلاي ليست فيها 4 فيديوهات عن الريفت. لو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات بخصوص هذا الدرس، أو لو تحب تشوف فيديوهات معينة أو تبغى شروح معينة عن الريفت أو غيره من البرامج المعمارية اكتب لي في التعليقات وأنا بسوي اللي أقدر عليه إن شاء الله. وأخيرا لا تنسى اللايك لو عجبك الفيديو والاشتراك لو تبغى تشوف الفيديوهات الجديدة اللي تنزل على القناة. أترككم أنا هنا في أمان الله.